السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة المرحلة الرابعة كلية طب جامعة نينوى. إن شاء الله في هذه الجلسة سأقوم بشرح المحاضرة الأولى من موضوع علم السموم توكسيكولوجي، وهي بعنوان مقدمة إلى علم السموم Introduction to Toxicology، مع تمنياتي لكم بالنجاح والموفقية. المدرس الدكتور إبراهيم محمد فيصل، فرع الأدوية، كلية طب، جامعة الموصل. بداية، هنالك بعض التعاريف التي يجب علينا أن نتعلمها قبل الدخول في موضوع علم السموم. وأول تعريف هو تعريف علم السموم Toxicology. What is Toxicology? Toxicology is the qualitative and quantitative study of the adverse or toxic effect of chemicals and other anthropogenic materials or xenobiotics on living organisms. علم السموم هو دراسة نوعية أو كمية للتأثيرات الجانبية أو التأثيرات السمية للمواد الكيميائية الطبيعية أو المواد الكيميائية الصناعية على الجسم الحي، على أي جسم حي، سواء إنسان، حيوان أو نبات. In other words، تعريف آخر لعلم السموم، It is the study of symptoms، دراسة للأعراض التي تصيب الجسم الحي نتيجة التسمم، أو It is the study of mechanisms، هو دراسة، كذلك هو دراسة للآلية التي يحدث بها التسمم، Or It is the study of treatment، دراسة كيف نعالج الجسم الحي من التسمم. وأخيرا هو أيضا دراسة، It is the study of detection of poisoning، يعني أيضا هو دراسة تختص بحالات الكشف عن التسمم، أو كيف نكشف عن حالات التسمم التي تصيب الجسم الحي. هناك مقولة لبعض العلماء يقول All things are poison، كل الأشياء بالطبيعة ممكن أن تكون مواد سمية. And nothing is without poison، ولا يوجد شيء خالي من المواد السمية، أو بحد ذاته يكون سم. حتى الماء إذا زاد عن الحد الطبيعي ممكن أن يصيب الجسم الحي بالتسمم. Only the dose permits something not to be poisonous، فقط الجرعة هي التي تتحكم في كون المادة تكون سمية أو غير سمية. على سبيل المثال، من أخطر المواد السمية في الطبيعة، لو تعرض الجسم الحي لجرعات بسيطة منها ممكن أن لا تحدث حالة تسمم في ذلك الجسم، بينما إذا تعرض الجسم لجرعات زائدة ممكن أن يصبح هذه المادة سامة للجسم الحي. إذن only the dose permits something not to be poisonous، بمعنى آخر the dose makes the poison، الجرعة هي التي تجعل من المواد سامة أو غير سامة. على سبيل المثال، الأدوية التي يأخذها المرضى لعلاج الأمراض، إذا أخذ المريض الدواء بالجرعة المسموح بها التي وصفها له الطبيب أو الصيدلي، تكون ضمن الثيرابيتيك إفكت، بينما إذا صار أكو
غلط بالموضوع وأخذ المريض جرعة زائدة increasing the dose making the toxic effect. يعني إذا الجرعة هي التي جعلت من الدواء الذي يأخذه المريض ليعالج به الأمراض تجعله مادة سمية بزيادة الجرعة. So that increasing the dose make the drug or the material change from the therapeutic effect to the toxic effect. Okay. هناك بعض التعريف الأخرى المهمة التي تفيد في فهم الموضوع وهي أولا a poison السم any substance capable of inducing أي مادة لها القابلية على إحداث inducing deleterious response يعني رد فعل غير صحيح أو غير مرغوب به in a biological system أي مادة قابلة من إحداث تأثير ضار على البيولوجيكال سيستم أو الأجهزة البيولوجية داخل الجسم الحي causing seriously injuring function إما تحدث تلف بسيط أو شديد في النظام الحيوي داخل الجسم الحي or even causing death أو حتى ممكن تحدث لنا حالة الوفاة. إذن البويزن السم any substance capable of inducing deleterious response in a biological system seriously injuring function or causing death. طيب toxicant أيضا هنالك بعض التعاريف مثلا toxicant أو التوكسين والفرق بين التوكسيكانت والتوكسين. توكسيكانت is a type of poison هو نوع من أنواع السم that is made by humans يصنع بواسطة الإنسان or introduced into the environment by human activity يعني هو إما يصنع من قبل الإنسان كمختلف أنواع الأدوية كمختلف أنواع الـ heavy metals or introduced into the environment by human activity أو يدخل إلى المجتمع أو الطبيعة نتيجة فعالية الإنسان مثل المعامل الصناعية اللي تنتج مخلفات غازية أو مخلفات كيميائية أو ملوثات فهذه introduced into the environment by human activity. This is in contrast هذا على تضاد to a toxin which is a poison produced naturally by an organism. So that a toxin which is a poison produced naturally by an organism. Example, planet, animal, insect, and etc. يعني التوكسين يصنع طبيعيا في الجسم الحي على سبيل المثال المواد السمية الموجودة في بعض الأنواع النباتات مثلا عندنا الفطريات أو animals مثلاً أكو ضفادع سامة تصنع السم في جلودها كذلك الحشرات أيضاً هناك بعض من أنواع الحشرات تصنع السم كنوع من أنواع الدفاع عن الجسم عندنا مثلاً البكتيريا أيضاً هناك أنواع كثيرة من أنواع البكتيريا تصنع توكسين ويسمى انتيروتوكسين or bacterial enterotoxin فهذا الفرق بين التوكسيكانت والتوكسين التوكسيكانت هو مادة مصنعة من قبل الإنسان أو أدخلت إلى الطبيعة نتيجة نشاط الإنسان على سبيل المثال المصانع التي تخلف مواد ملوثات أو مواد كيميائية
بينما التوكسين هو naturally produced inside living organism, example plant, animal and insects. طيب an antidote, الترياق أو مضاد السم, is a substance which can counteract a form of poisoning. يعني هو مادة تعادل التأثير السمي للسم أو تعادل حالة التسمم التي يحدثها السم. عندنا مثال بسيط, نالوكسون وهو مادة طبية blocks or reverses the effects of opioid medication. الأوبيويد اللي هي المخدرات, الترياق لها أو الأنتيدوت للأوبيويد ميديكيشن هو النالوكسون. الأوبيويد من يصير عندنا أوفردوز راح يصير عندنا توكسيسيتي باي أوبيويد, فحتى نعالج أو كاونتراكت the toxic effect of opioid medication ننطي للمريض نالوكسون مباشرة, راح blocks or reverses the toxic effect of opioid especially the depression of respiration. يعني الأوبيويد medication إذا نخذت بجرعات عالية راح تسوينا أهم sign and symptoms of toxicity هي تسوينا respiratory depression. مباشرة ننطي النالوكسون رأسا يروح تأثير الأوبيويد على الريسبيريشن ويرجع يتنفس المريض مرة ثانية. هنالك موضوع عن type of exposures, أنواع التعرض للمواد السمية. فأولا عندنا الأكيوت إكسبوجر, التعرض الحاد, يعني مباشرة مريض راد ينتحر أخذ جرعة زائدة أو جرعة كبيرة من سم معين أو دواء معين, فهذا يسمى acute exposure. is a single exposure يعني أخذ مرة واحدة, أو or multiple exposures أخذ أكثر من جرعة على فترات متقاربة, occurring over one or two days خلال يوم أو يومين. So acute exposure is a single exposure or multiple exposures occurring over one or two days. Chronic exposure is multiple exposures continuing over a long period of time. على سبيل المثال يعني هو تعرض مزمن يحدث عن طريق تعرض الجسم الحي لجرع متعددة ومستمرة على مدى فترة طويلة من الزمن. على سبيل المثال عمال المصانع اللي يشتغلون في مصانع المعادن الثقيلة راح يتعرضون إلى جرع صغيرة ولكن متعددة ومستمرة على مدى فترات طويلة من الزمن, فنشوف نلاحظ أنه المريض بدت عنده signs and symptoms of toxicity بعد انه اشتغل بالمعمل وراء 4-5 سنوات. شوف بينت علينا الاعراض التوكسيستي. ليش؟ لانه هني صار عندنا cumulative تراكمي cumulative effect نتيجة تعرض هذا العامل الى جرع مستمرة من المادة اللي يشتغل بها بالمصنع على فترة طويلة من الزمن, فهذا ما يسمى بالchronic exposure. So that we have acute exposure occurring over 1 to 2 days or chronic exposure occurring over a long period of time. Basic classification of toxicology, تصنيفات علم السموم. Toxicology is classified to the following groups. The first is descriptive toxicology, علم السموم الوصفي. It deals with toxicity tests on chemicals exposed to human beings and environment as a whole. يعني علم السموم الوصفي يتعامل مع الاختبارات
ليجريها الإنسان على المواد الكيميائية التي يتعرض لها الجنس البشري أو البيئة المحيطة على حد سواء. فهذه الاختبارات على هذه المواد الكيميائية تندرج تحت ما يسمى بعلم السموم الوصفي. المجموعة الثانية تسمى أو التصنيف الثاني لعلم السموم هو الميكانيستيك توكسيكولوجي. It deals with the mechanism of toxic effects of chemicals on living organisms. يعني تتعامل كيف هذه المواد الكيميائية أو الميكانيكية اللي عن طريق هذه المواد الكيميائية تحدث تأثير سمي على الجسم الحي. مثال عليها الأورغانوفوسفيت بويزنينج. طبعا الأورغانوفوسفيت هي مواد كيميائية تدخل في تصنيع المبيدات الحشرية أو المبيدات الزراعية، فمن وهي مواد سامة جدا للإنسان. فكيف تحدث أو الآلية اللي تحدث بها الأورغانوفوسفيت بويزنينج تو ليفينج أورغانيزم؟ It leads to accumulation of acetylcholine. طبعا هي الأورغانوفوسفيت acetylcholine esterase inhibitors، تمنع أو تثبط الإنزيم اللي يعمل breakdown للأستايلكولين، فراح يصير accumulation of acetylcholine، تجمع كبير لهرمون الأستايلكولين بجسم الإنسان، فيصير عندنا excessive activation of muscarinic and nicotinic receptors و especially on the respiratory tract، فيعمل لنا excessive stimulation of respiration and respiratory failure نتيجة paralysis of respiratory muscle أو lung muscle. فهذا دراسة الآلية اللي يحدث بها السم تأثيره على جسم الإنسان يندرج تحت الميكانيستيك توكسيكولوجي. كذلك تصنف توكسيكولوجي to regulatory toxicology. It studies يعني regulatory toxicology studies whether the chemical substance has low risk to be used in living system. يعني هذا الفرع من علم السموم يدرس أو يجري اختبارات على المواد الكيميائية أو الطبية اللي تخترع حديثا، هل لها تأثير على جسم الإنسان؟ مثال عليها اللي هو Food and Drug Administration FDA، منظمة أمريكية مختصة بالغذاء والدواء، regulates drugs، يعني تعمل اختبارات على الأدوية قبل طرحها على الأسواق، هل هذه الأدوية تمتلك تأثيرات على جسم الإنسان؟ كذلك تنظم عمل الفود الأغذية، بعض الأغذية والمواد الحافظة اللي في الأغذية هل لها تأثير سمي على الإنسان؟ الكوزموتيكس مواد التجميل، الميديكال ديفايسز المعدات الطبية، and supplies المواد اللي تدخل أو المواد المساعدة في مجال الطب. فهذه المنظمة تدرس هل هذه المواد سواء أدوية أو مواد غذائية أو مواد تجميلية أو مواد مساعدة طبية هل لها تأثير على جسم الإنسان، تجري اختبارات ودراسات، وإذا ثبتت أن هذه المواد ليس لها تأثير على جسم الإنسان تطرح في الأسواق. فهذه تسمى بالregulatory toxicology. كذلك من تصنيفات علم السموم ما يسمى بالpredictive toxicology التقديرية. It concerns with the development of new non-animal tests which provide a new scientific basis for safety testing. هذا الفرع من علم السموم يطور
اختبارات يعني ما يدخل الحيوان في هذه الاختبارات، غير حيوانية، اختبارات غير حيوانية، ويدرس إمكانية إنه هذه المواد اللي أجرى عليها هذه الاختبارات الغير حيوانية هل لها تأثير سلبي على جسم الإنسان أو أنها أمنة للاستعمال. This is important for licensing a new drug or chemicals for use. وتعطي الإجازات أو تمنح التراخيص لاستعمال الأدوية الجديدة أو المواد الكيميائية. كذلك من تصنيفات علم السموم ما يسمى بالـ Occupational Toxicology. هذا الفرع من الـ Toxicology deals with the chemical found in the workplace، يعني يتعامل مع المواد السمية في مكان العمل بالنسبة للعمال، يعني لها أخصائيين Toxicologists، علماء سموم، يذهبون إلى المعامل والورش ويقومون بإجراء الاختبارات والفحوصات في مكان العمل، وهل هذه المواد التي يتعامل بها العمال لها تأثيرات سلبية عليهم أم لا. فأيضا تندرج هذه الاختصاصات من ضمن فرع Occupational Toxicology. كذلك يوجد فرع آخر لعلم السموم يسمى Clinical Toxicology. It deals with the diagnosis and treatment of the normal diseases or effects caused by toxic substance of exogenous origin. على سبيل المثال أو ما يسمى بـ Xenobiotics. يعني هذا العلم أو الفرع من علم السموم يختص بالدراسات السريرية والتشخيصية، أي يقوم بتشخيص الأمراض التي سببتها السموم المختلفة، وكذلك طرق علاجها، فأيضا يندرج تحت Clinical Toxicology أو ما يسمى بعلم علم السموم السريري. أخيرا أو آخر فرع من أفرع علم السموم هو ما يسمى بالفورنسيك توكسيكولوجي، علم السموم الشرعي أو الطب العدلي. It deals with the medical and legal aspects. Medical طبي، legal هو قانوني أو شرعي، aspects of harmful effects of chemical on man. Often in post-mortem material، يعني يتعامل مع المواد اللي سببت موت لجسم الإنسان، وغالبا هذه الاختبارات تجري ما بعد الموت post-mortem. يعني مثلا على سبيل المثال تقع جريمة، فمن يحدد المادة اللي سببت الوفاة هو الفورنسيك توكسيكولوجيست، يذهب إلى على سبيل المثال المشرحة ويقوم بتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة. If there is a suspicion of murder، ويحدد هل هو سبب الوفاة نتيجة عملية إجرامية or attempted murder أو محاولة انتحار. فهذا العلم يختص بينه فرع من فروع علم السموم، وهو يسمى الفورنسيك توكسيكولوجي أو ما يسمى بالطب العدلي. كذلك يوجد تصنيفات لعلم السموم تعتمد على الأورغان or system effects اللي أحدث بها السم تأثير. Classification of toxicology based on the organ or system effects. First, cardiovascular toxicology، يعني علم سموم مختص بالcardiovascular، أي مادة لها تأثير على القلب أو
الأوعية الدموية يندرج تحت الكارديوفاسكولار توكسيكولوجي. كذلك الرينال توكسيكولوجي إذا كانت المواد تأثر تأثير مباشر على الرينال سيستم فهذا أيضا له مختص خاص يندرج تحت الرينال توكسيكولوجي. كذلك سنترال نيرف سيستم توكسيكولوجي إذا كانت مواد تؤثر على السي ان اس فتندرج تحت سنترال نيرف سيستم توكسيكولوجي. وأخيرا الجاسترو انتستينال توكسيكولوجي أي بمعنى أنه المواد التي أحدثت السم هي أحدثته في الجاسترو انتستينال تراكت فهذا من اختصاص الجاسترو انتستينال توكسيكولوجي. طيب how chemicals cause symptoms شون المواد السمية أو المواد الكيميائية تحدث لنا البويزنينج وتعمل لنا الكلينيكال سيمتومز. Chemicals can cause symptoms through the following mechanisms. المواد الكيميائية تحدث لنا الأعراض ويعني الساين والسيمتومز عن طريق ميكانيكيات. من أهمها First, chemicals may interfere with the transport or tissue utilization of oxygen. يعني السم يحدث عملية التسمم عن طريق تدخله في الترانسبورت أو tissue utilization of oxygen عن طريق منع تنقل حركة الأكسجين أو استعمال أو منع النسيج من استعمال الأكسجين. مثال على ذلك الكربون مونوكسيد and cyanide poisoning. كربون مونوكسيد إذا جسم الإنسان أو الإنسان تعرض لتوكسيستي with كربون مونوكسيد راح يحرم التشو from oxygen and causing hypoxia or decrease in an essential substance such as glucose. فراح يحرم النسيج من الأكسجين راح يعمل لنا hypoxia أو يمنع النسيج من استخدام المادة الغذائية المهمة للخلية الحية وهو الجلوكوز. الميكانيكية الثانية التي يحدث بها السم تأثيره السمي على جسم الإنسان أو living organism depress or stimulate the CNS. أكو مواد تحفز لنا الجهاز العصبي المركزي يعني يسموها CNS stimulants producing coma إذا كانت depressive to the CNS راح تعمل لنا coma. مثال على ذلك التسمم بمواد sedative hypnotics أو إذا كانت stimulator للCNS تعمل لنا convulsions. مثال على ذلك sympathomimetics such as cocaine and amphetamines. إذن المواد السمية هناك مواد تعمل لنا depression للCNS وهناك مواد تعمل لنا stimulation للCNS فتسمى CNS depressants أو CNS stimulants. فإذا كانت depressant راح يصير عندنا coma. مثال على ذلك تسمم sedative hypnotics أو تسوي لنا convulsions. مثال على ذلك تسمم بالsympathomimetics مثل الكوكين and amphetamines. الميكانيكية الثالثة affect the autonomic nervous system producing cholinergic action مثل ما شرحنا الأورغانوفوسفيت insecticides المبيدات الحشرية من نوع الأورغانوفوسفيت راح تأثر لنا على الأوتونوميك nervous system inhibit acetylcholine esterase enzyme فراح تعمل لنا inhibition بالbreakdown of acetylcholine راح يصير عندنا تجمع بالacetylcholine كميات كبيرة من الأستايلكولين راح يسوي لنا اكتيفيشن للمسكارينيك اند نيكوتينيك ريسبتور اند كوزينج فور اكزامبل ريسبيريتوري فيلير. الميكانيكية الأخرى التي تؤثر بها السموم على الجسم الحي افكت ذا لانجز ممكن لها تأثير مباشر على الرئتين باي اسبيريشن. إذا الإنسان تعرض إلى تسمم
بالهيدروكربونز. مثلا عندنا على سبيل المثال في البيوت مادة النفط الأبيض، إذا طفل شرب النفط راح يصير عنده أسبريشن نيمونيا، راح تدخل هذه المواد الهيدروكربونز إلى داخل الرئة ويسوي لنا أسبريشن and respiratory failure. كذلك بعض السموم affect the heart and vasculature. بعض السموم تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية producing myocardial dysfunction أو dysrhythmias. مثال على ذلك الجرع المفرطة أو التسمم بالأنتيأريثميك agents، الأدوية التي تستعمل لتنظيم عمل القلب، ممكن تحدث لنا myocardial dysfunction أو تعمل لنا dysrhythmias إذا كانت الجرعة زائدة، أو أكو أدوية تعمل لنا hypotension أو أكو أدوية تعمل لنا hypertension. يعني بعض الأدوية تأثر على القلب والفاسكوليتشر، يا ترفع لنا ضغط الدم إذا كانت الجرعة يعني عالية، أو تعمل لنا انخفاض في ضغط الدم. كذلك بعض أنواع السموم produce local damage إذا صار تسمم بالكوستيكس and corrosives، يعني أكو مواد حارقة أمثلة عليها الحوامض القوية أو القواعد القوية. على سبيل المثال الحامض المستعمل في بطاريات السيارات إذا تعرض انسكب من هذا الحامض على الجلد راح يصير عندنا corrosion، حرق للجلد فproduce local damage. وأخيرا من الميكانيزمز that affect the living organism delayed effects on the liver. مثلا إذا كان أكو تسمم بالأستامينوفين اللي هو الباراستامول، هذا التسمم بالباراستامول ما ينطينا تأثير مباشر، ورا فترة يصير عندنا مثلا liver damage، يظهر تأثير التسمم بالباراستامول. ليش؟ لأنه الباراستامول راح يعمل depletion in the essential enzyme inside the body، فهذا depletion على مدى فترة من الزمن يظهر ف affect the liver، ويصير عندنا التأثير مو مباشر، تأثير متأخر delayed effects on the liver. or kidneys heavy metals، مثلا عامل يعمل في مصانع تنتج المعادن الثقيلة، فهو يوميا يتعرض لهذه المعادن، فراح يصير accumulation of these metals inside the body. إمتى يظهر تأثيره؟ من يصل للثريشولد، بحيث بعد ما يتحمل الجسم هذه الهيفي ميتالز فيصير عندنا مثلا كيدني فيليرز. فهذا ما يسمى بالديليت افكت، يعني الأعراض السمية ما تظهر مباشرة، تظهر بعد ما تصل حد بعد الجسم لا يستطيع تحملها، فينطينا ديليت افكتس. potential sources of toxicities، يعني المصادر اللي يحدث عن طريق التسمم، أو ما هي مصادر المواد السمية. The first one is therapeutic agents. أول مصدر من مصادر التسمم للإنسان أو بصورة عامة living organism هو المواد الطبية كأدوية أو مستحضرات تجميل. Drug toxicity can be due to overdoses، جرع عالية. unusual adverse effects، يعني تأثيرات جانبية غير طبيعية ممكن تكون potential source of toxicity. frequent administration of therapeutic doses،
يعني المريض ما التزم بالجرعة المحددة من قبل الطبيب وأخذ أكثر من الجرعة المعتاد، فممكن أن يكون مصدر محتمل للتسمم. أو كذلك drug interactions ممكن يكون مصدر محتمل للتسمم، وهو التداخلات الدوائية، أن المريض يأخذ أكثر من دواء فرح دواء يتداخل مع الآخر، ممكن يكون أحد مصادر التسمم. إذن the most important source of toxicity is therapeutic agents. المصدر الثاني هو industrial chemicals، المواد الصناعية المستخدمة في المصانع. هذا يحدث أن تسمم ممكن في مكان العمل، hazards in the workplace in which they are used، يعني ممكن يحدث أن أو يكون مصدر للتسمم للعمال اللي يعملون في داخل المصنع. المصدر الثالث هو household chemicals، يعني cleaning agents and cosmetics، المواد الكيميائية الموجودة في البيت من المنظفات أو مواد التجميل. رابعا environmental contaminants، الملوثات البيئية، مثلا عندنا البيستيسايدز، المبيدات العشبية، smokes from factories and vehicles، يعني الدخان الصادر من المعامل أو السيارات، ممكن يكون potential source for toxicity. خامسا natural toxicants، السموم الطبيعية. على سبيل المثال صار عندنا accidental ingestion of poisonous plants or animals، يعني شخص عن طريق الخطأ أكل فطر سام على سبيل المثال، أو مثلا لدغة حيوان، أفعى أو ما شابه ذلك، أو insect bite، لدغة حشرة، ممكن تعمل لنا تسمم ويسمى بـ natural toxicants. يعني مصدر من مصادر التسمم هو السموم الطبيعية الموجودة في الطبيعة عن طريق النبات أو الحيوان. كذلك مصدر من مصادر التسمم هو food additives، المواد الحافظة داخل الأطعمة الجاهزة، ممكن تكون source of toxicity. على سبيل المثال change the nature of the food stuff، يعني تغير لنا من طبيعة الطعام، يعني المواد الحافظة المستخدمة في حفظ الأطعمة ممكن تغير لنا من طبيعة الطعام المحفوظ ويصبح مادة سامة ويندرج تحت المصادر، مصدر من مصادر التسمم. المصدر الأخير وهو drugs of abuse. drugs of abuse يعني سوء استخدام الأدوية، وخصوصا الأدوية المخدرة أو أدوية الشوارع. excessive or improper، excessive or improper use of drugs for non-medical purposes، يعني الاستخدام الخاطئ للأدوية ليس للعلاج أو الأغراض الطبية، مثلا usually for altering consciousness، يعني الأدوية المخدرة يستخدموها المدمنين حتى يحصل على النشوة getting high، أو تغييرنا من الوعي حتى يفقد الوعي، هاي تندرج تحت الناس المدمنين، فممكن تكون source of toxicity وهو ما يسمى drugs of abuse. أو الأدوية المستعملة for bodybuilding، بناء الأجسام، أمثلتها المواد الهرمونية اللي يأخذها الناس اللي يعملون في مجال بناء الأجسام، كمال الأجسام، ممكن تكون مصدر من مصادر التسمم. is known as abuse of drug، example alcohol nicotine، مثلا عندنا
عادة الإدمان على السجائر. فهذه هي سبع مصادر من مصادر التسمم بالمواد الكيميائية. How does the poisoned patient die? كيف يموت المريض الذي تعرض للتسمم؟ يعني الطرق اللي ممكن تحدث لنا حالة الموت عند الشخص المتسمم. The major causes of death. The first one is respiratory failure. يعني من أهم الأسباب التي يموت بها الإنسان أو الكائن الحي المتسمم بالمواد الكيميائية هو فشل التنفس respiratory failure. من الأدوية أو المواد الكيميائية ممكن يسبب لنا respiratory failure هي CNS depressants، مثبطات الجهاز العصبي المركزي، لأنه مباشرة راح يعمل لنا respiratory center depression ويعمل لنا respiratory failures. من هذه الـ CNS depressants أمثلة الأوبيويدز اللي يعني المخدرات اللي يدمن عليها المدمنين، فممكن تعمل لنا death عن طريق respiratory failure. أو sedative hypnotics، الأدوية اللي تسمى أدوية النوم أو الأرق ممكن تسبب لنا respiratory failure severe respiratory failure and causing death. كذلك antipsychotics، المواد الأدوية اللي النفسية، antidepressant مضادات الاكتئاب، and The important material is alcohol. كذلك مدمني الكحول إذا أخذ جرعة زائدة من الكحول فهو CNS depressant، ممكن يعمل لنا death عن طريق respiratory failure. ليش؟ من يسوي لنا CNS depression راح يعمل لنا central respiratory center failure ويسوي لنا respiratory failure. ثاني طريقة ممكن تسبب لنا الوفاة هي circulatory failure أو circulatory collapse. أمثلة عليه cardiac arrest، مباشرة أكو أدوية أو مواد كيميائية إذا أخذت بكمية بجرعة عالية أو كان التعرض عليها by accident عن طريق الخطأ ممكن تعمل لنا cardiac arrest due to asystole، توقف مباشر لعضلة القلب، أو تعمل لنا lethal arrhythmias، تعمل لنا خربطة قاتلة في ضربات القلب. أمثل عليها التسمم بالديجيتاليس اللي هو منشط لعضلة القلب، هو دواء منشط لعضلة القلب، ولكن إذا كان عندنا high dose فممكن يعمل لنا cardiac arrest نتيجة lethal arrhythmias. كذلك ترايسايكليك اند ديبريسنت، مضادات الاكتئاب نوع الترايسايكليك، او السي ان اس ستيمولانت اللي هو الانفيتامين ممكن يعمل لنا مباشره كارديك اريست. الطريق الثاني او الادويه اللي تعمل لنا ايضا سيركيتري فيلير عن طريق فاسكولار كولابس ديو تو فازو موتور سنتر ديبريشن، يعني أدوية تعمل لنا depression للسيطرة على مركز القلب، المركز الرئيسي في الدماغ، ويعمل لنا عن طريقه يسوي لنا vascular collapse. مثال على هذه الأدوية اللي تعمل لنا vasomotor center depression هو الفينوثايازين اللي هي من الأدوية النفسية، sedative hypnotics مواد الأدوية اللي تستعمل في علاج الأرق أو sleep disorders، كذلك الثيوفيلين اللي هو من المواد المستعملة لعلاج مرض الربو الأسمى،
all cause hypotension. هذه الأدوية جميعا تعمل لنا hypotension and vascular collapse. كذلك من الأدوية أو الأعراض اللي تسوي لنا circulatory failure أدوية تعمل لنا hypovolemia أو accident hypovolemia. مثلا عندنا severe bleeding from gastrointestinal ulceration in acute iron intoxication. يعني إذا شخص تسمم بالآيرن الحديد عن طريق أخذ جرعات كبيرة من حبوب الحديد راح يصير عندنا severe bleeding, راح يصير عندنا ulceration in the GIT and severe bleeding. البليدينج تسوي لنا هايبوفوليميا ويصير عندنا circulatory failure وممكن يصير عندنا death. أو excessive fluid loss, خسارة لكميات كبيرة من الفلويد عن طريق الجي اي تي مثلا in acute arsenic intoxication راح يصير عندنا severe rise water diarrhea, راح يصير عندنا إسهال مائي نتيجة تسمم الحاد بمادة الأرزينيك الخارصين, ويصير عندنا excessive fluid loss, ويصير عندنا hypovolemia قلة بحجم الدم, وممكن يصير عندنا circulatory failure and death. كذلك من الطرق اللي تؤدينا إلى الموت عن طريق التسمم هو systemic hypoxemia, يعني راح يصير عندنا severe hypoxia, impaired oxygen transport by hemoglobin, يعني الهيموغلوبين يفقد قابليته على نقل الأكسجين. مثال على ذلك تسمم بأول أكسيد الكربون, carbon monoxide poisoning binds to the iron in the hemoglobin, فراح يصير عندنا severe hypoxia. أو impaired oxygen use by mitochondria, أكو بعض السموم تمنع الميتوكوندريا أنه تستعمل الأكسجين وتنطينا طاقة. مثال على ذلك التسمم بالسيانايد, سيانايد poisoning bind to the iron in cytochrome oxidase, كذلك تمنع التشو من استخدام الأكسجين وتسبب لنا severe systemic hypoxemia and death. The final source or cause of death is seizures, which may cause death by inducing. طبعا هي seizures هي نوبات الصرع اللي يرافق بعض أنواع السموم. كيف يعمل لنا seizures؟ يعمل لنا death by inducing respiratory failure. ممكن seizures نوبات الصرع أو convulsion تعمل لنا respiratory failure by convulsion of respiratory muscles, راح يصير عندنا severe contraction of respiratory muscles ويصير عندنا respiratory failure and death. بس من المسبب الرئيسي للrespiratory failure هو seizures. أو pulmonary aspiration بالhydrocarbons المواد النفطية, ممكن يصير عندنا aspiration pneumonia and severe respiratory collapse and death. كذلك الهايبرثيرميا, لاكتيك أسيدوسيس, رابدومايوليسيس, كل هذه الأعراض يعني الهايبرثيرميا, لاكتيك أسيدوسيس ورابدومايوليسيس تعمل لنا تؤدينا إلى الهايبركاليميا and مايوغلوبينيوريا and رينال فيلير. يعني الهايبرثيرميا, لاكتيك أسيدوسيس والرابدومايوليسيس زيد لنا مستوى البوتاسيوم بالدم وتزيد لنا الميوغلوبين in the urine, and all of these lead to renal failure and ممكن تعمل لنا death. إذن هنا مصدر الوفاة عن طريق seizures, بس مو indirectly عن طريق respiratory failure أو pulmonary aspiration
أو مثلا السيجرز يعمل لنا هايبرثيرميا لاكتيك أسيدوسيس and rhabdomyolysis and causing renal failure and death. And thank you very much.